قرع بجيبه وبحط عليه السكر وبيبدأ ينزل عندي الميه كده اهو بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. تمام؟ الكميه قدامك قد ايه؟ 2 كيلو قرع لحم. تمام؟ وبيتحط معاه كيلو ونص من السكر. سيبه عندي لحد ما يبدأ ينزل كل الميه اللي فيه. زي ما حضرتك كده شايفه. دي كده بيروح فين؟ حل عندي على النار لحد ما يبدأ اللي هو يستوي معايا، مش هياخد وقت. مجرد أول غلوتين اتنين يبدأ اللي هو يستوي معايا، ده هو أصلا دلوقتي بصي بقى طري دلوقتي أهو، تمام؟ مجرد ما يبدأ ينزل السكر، ينزل المية والفاكهة والقرع نفسه ينزل المية اللي فيه، فبتبدأ تلاقي أصلا هي بدأت تستوي معايا أهي. فمجرد ما أحطها على النار ربع ساعة بتلاقيها استوت معاكي. فبيدي طعم طبعا أفضل. نبدأ ننزل اهو الحاجة ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحطها فين؟ عندي على النار تغلي ونسيبها بقى لحد ما تستوي معايا. طيب نعلق على ايه تاني؟ نعلق على الرز بلبن عشان برضه هنعمله فرن. فبقوم حاطط عندي حل عندي على النار واقوم حاطط عندي لتر من اللبن عليها كوبايه الا ربع من الرز المصري. ولازم سوي المعلق على الرز بلبن كده اهوت. بنقوم واخدين ايه؟ مضرب السيليكون ده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه ونبدا ان احنا ايه نحرك الرز. يبقى ده جنبه على طول اهو، ماشي الكلام كده؟ ده اهم حاجه. نفضل نقلب لحد ما يبدا اللي هو يستوي معايا. الحاجه السهله، بص احنا عملنا ايه؟ الاصعب الاصعب فالايه فالاسهل. يعني خلينا في الحاجه السهله بقى. كريمه فرن. كريمه فرن برضو بتتعمل بطريقه سهله جدا. بحط عندي لتر من اللبن عندي على النار بيغلي، وبعد كده اهوت عندي نشا، عندي مستكه باودر، وعندي ماء زهر، وعندي طبعا نص كوبايه من السكر. يعني في نص كوبايه من السكر هنحل بيها الـ الكريمه، لكن مش دلوقتي. يعني النشا 3 معالق كبار من النشا، عندي معلقه كبيره من ماء الزهر او ماء الورد اللي انت بتحبيهم او اللي انت بتحبيها ضيفيها، وعندنا شويه مستكه صغيرين قوي، مستكه باودر. اكيد انت طبعا ده طبعا كميه كبيره جدا، فاكيد احتاج حاجه بسيطه جدا منها. ماشي كده؟ طيب ايه الكريمات بقى؟ الكريمات اللي احنا بنبدا نضيفها عندنا على الحاجه من فوق، هقول لك ازاي. بس ايه، احنا حاطين شويه بطاطا كده حلوين يضيفوا لنا الجو اللي مش عايز يطلع ده خالص. هنا البطاطا انا جبتها زي ما هي، ما عملتش فيها اي حاجه، بجيب الحجم ده. تعرفي البطاطا بتاعتك انا من غير ما افتحها طالما طلعت السكر بتاعها كده بره الكراميل، بص عامل ازاي، تعرف اللي هي مظبوطه قوي. فاهمه ازاي؟ اهي اللي هو الحجم ده افضل حجم تجيبيه. بصي من جوه ما شاء الله سكر اهي. هنبدا نقشرها ونبدا نعملها برده فرن. بنعرف اللي استوت منين؟ من غير ما نحط سكينه ولا من حاجه. بصي اللي استوت تضغطي عليها ضغطه كده كده، لقيتيها ناشفه معاكي في حته معينه، يعني بتيجي عند الحته مثلا اتخن حته تبقى موجوده اللي هي دي مثلا، وتضغطي عليها، ما تجيش عند الحته ديت لان كده كده دي استوت، تضغطي عليها. لو لقيتها طريه معاك كده تعرفي ان هي استوت تماما، ونطلعها. والحجم ده زي ما قلت لك هو افضل حجم للبطاطا، تبقى مسكره جدا. طيب هركنها كده جانبا ان شاء الله، ونرجع تاني هنا للكريمات اللي احنا هنبدا نحطها فين على الكلام ده كله بقى. الكريمات دي عباره عن ايه؟ بص يا ست الكل، هنا الكريم شانتيه ما هي كوبايه، ونحط عليهم كوبايتين اتنين من اللبن يكون انا حاطه هنا في الفريزر. نشغل، يبقى كوبايه كريم شانتيه بتبقى بسكر، وبعد كده بقوم حاطط عندي كوبايتين اتنين من اللبن عليها ونشغل.
ادي الكريم شانتيه بعد ما اتخفقت معايا. الموضوع سهل جدا، نرجع كل شويه نبص على الرز نقلبه عشان ده مهم جدا. الرز بلبن لازم كل شويه نفضل نقلبه كده عشان ما يثبتش في قاع الحله من تحت الرز، فكل شويه نفضل نقلبه كده على نار تكون متوسطه. طيب نرجع هنا للكريم شانتيه، ببدا اعمل ايه بقى؟ احلل الموضوع شويه واحلل الكريمه دي شويه. طب اقوم عامل ايه؟ بقوم جايب عندي نص كوبايه من الباستر كريم على كوبايه ونص من اللبن، ادي نص كوبايه. وادي كوبايه ونص من اللبن، ونبدا نخفق الاثنين دول مع بعض، الباستر كريم كريمه الحلواني الجميله، وبعد كده عندنا كوبايه ونص من اللبن. نسيبها تجمد شويه كده وبعد كده نرجع نخفقها تاني، ولكن بس كل شويه نبدا نبص عندي على الرز بلبن عندنا. طيب بنجيب عندي بقى اطباقنا الجميله، اطباق راك اللي هنبدا نشتغل فيها الكلام الجميل ده. طيب ادي واحد وادي اتنين، عشان نعمل اول حاجه الكريمه فرن، هي دي اللي هتبقى جاهزه معايا دلوقتي وهنطلعها ان شاء الله ونشتغل بيها. كل شويه نبدا ايه نبص على الرز كده ونقلبه. طيب نبص على اللي بعده، النشا هندوبها بلبن يكون ساقع، فبحط هنا 3 معالق كبار من النشا، ادي واحد على اللتر من اللبن. دي الكريمه فرن مش كده؟ واقوم واخد عندي المسكه بتاعتنا اهي، دي كفايه قوي يعني، اعتقد طرف المعلقه الصغير اللي حضراتكم كده شايفينه دي كفايه قوي، ما تكتريش اكتر من كده تمام. وبعد كده نقوم حاطين عندنا شوية لبن ساقعين، ونقلب ونقوم سايبينها كده. نروح فين؟ عندي على النار بقى، ادي اللبن بتاعنا بتاع الايه؟ الكريمة فرن بيغلي معايا. نحط له ايه بقى؟ النص كوبايه من السكر، ونقوم يا باشا نازلين بالنشا اللي احنا دوبناها في الايه؟ في اللبن. جميل الكلام ده، والمستكه طبعا اللي هي تعمل شغل عالي جدا. اخر حاجه خالص بقوم ضايف لها ايه؟ شويه ماء زهر كده مش كتير، ونفضل نقلب فيها لحد ما حضراتكم تبدا اللي هي ايه تتقل معايا وتتكون عندي الكريمه اللي هنبدا نصبها عندنا في اطباق ريك ونسيبها تهدى. الفكره اي في حاجه فرن لازم نسيبها تهدى شويه وبعد كده نبدا ندخلها عندنا الفرن عشان طبقه القشطه تتكون وتعمل لي الوش المطلوب. هنا القرع اهو يا استاذ جمال، بص بقى عامل ازاي اهو، بص يا باشا اللون. اهم حاجه وانت بتعملي الحاجات ديت ما تهرهاش، خلي بالك عينك تكون عليها. بستغرب قوي من الناس اللي بتقوم واخده القرع كده وتقوم ايه دايس عليه في السوق قوي، لا بلاش يعني، خلي الحاجه طعمها يبقى باين ما يبقاش معجون. هو خلاص هو اتدخل في السوق، بصي مجرد ما ايه هتسيبيه شويه كمان غليان هتلاقيه بدا يبقى طري معاك، اول ما يطرى معاك شيليه. الكريمه فرن خلاص، هي واحدة واحدة بيبدأ يتقل معايا اللبن والكريمة والمستكة والسكر. عايزة تحط فانيليا تحط فانيليا. نديها التقليبة التمام، من أحد الحلويات السهلة جدا اللي تقدري تعمليها عندك في البيت حضرتك. طيب هو ينفع ان انا ادي الكريمه فرن، ينفع اديها كريمه من فوق؟ اه ينفع والله، بس هي كريمه اصلا يعني، هي لبن ونشا، مش محتاجه خالص ان انت تديها حاجه تاني. اهي بص بقى تقلت ازاي،
لازم اي حاجه بتحطيها فيها نشا لازم تفضلي تقلبي فيها زي البشاميل اللي كده بالظبط، عشان ما يعملش لون من تحت وتطلع معاكي مظبوطه ان شاء الله. هي كده بقت تمام. تعالوا ايه نحط عندنا الاطباق بتاعتنا، اطباق راكل جميله اهيت، عشان هنبدا ان شاء الله نصب فيها. طيب انا مثلا حسيت اللي هي خفيفه شويه او عايزه تتقل شويه، الموضوع سهل جدا، اللي انا اجيب معلقه نشا تانيه واقلب فيها. ساعات في انواع نشا ما بتبقاش بتربط قوي، فبديها معلقه نشا تاني ادوبها في شويه لبن وارجع تاني هنا. بس هي معلقه حلوه جدا، ونبدا ان احنا نقلب فيها لحد ما تتكون معايا الكريمه. لو لقيتيها خفيفه معاكي خلاص، اول ما خلاص بتقلب بتقومي ايه طافيه النار. وكده يا باشا بقت تمام التمام. نشيل ونيجي على اطباق راك اهيت. بص بقى الجمال، كفايه هنا اهو. فكره بقى ايه، سيبيها يعني بلاش تستعجلي عليها خالص. خلينا نجيب طبق تاني اهو لحد ما تكون معايا طبقه القشطه اللي فوق، ونبدا ندخلها الفرن الشوايه تحت الشوايه. قرع عشان قبل ما اطلع فاصل بس اسيبه يغلي هنا غلوتين اتنين ونظبطه. يبقى الكريمه بتتساب لحد ما تعمل طبقه كده من القشطه من فوق زي ما حضرتك كده شايف. عايزه تزودي لها ربع كوبايه من كريمه الطهي مفيش مشكله، تدي كده دسم اكتر للكريمه. الكريمه بعد ما خلصت البستر كريمه اهي بعد ما ضربت بالشكل ده، عندنا الكريم شانتيه بعد ما اتخفقت الاثنين مع بعض اهم. نبدا ايه نحط الاثنين دول اهم مع بعض، واحلى وش بقى ايه للكلام كله بقى اللي جاي. ماشي كده ماشي، نقوم واخدين عندنا مضرب. وينفع بس بالكريم شانتيه لوحدهم؟ اه طبعا ينفع، مفيش اي مشكله خالص، ولكن الاثنين دول بيعملوا ميكس كده رهيب رهيب لاي حاجه في الحلويات. الكريمه الحيواني ما بتاخدش يعني ما ينفعش ان انا ادخلها فرن. الكريمه الحيواني اللي هي الخفق ما ينفعش ان انا اخفقها مع البستر كريم وادخلها فرن، مش تعمل وش. لكن الكريم النباتي اللي هو الكريم شانتيه او الكريم النباتي السائل ينفع. فانت ما تلخبطيش نفسك، هي الكريم شانتيه اللي تنفع تتخفق زي ما انا عملتها كده، وينفع لوحدها من غير باستري كريم خالص ما فيش مشكله. تمام التمام كده. طيب بنرجع نبص على القرع عندنا، القرع اخباره ايه؟ اهو حلو قوي، هياش اكتر من كده. بص ما خدش ايه ربع ساعة زي ما قلت لك، نقوم طافيين عليه. ماشي كده، ونقوم رايحين هنا بس نجيب مصفى. دي هتقضي اهي اهي يا استاذ. ايوه يا باشا، هو القرع كده يا باشا، هو القرع. رز بلبن والقرع كده خلاص، نسيبه بقى ايه يهدى شوية كده ونركنه جانبا. اخبار الرز بلبن ايه؟ بص بدأ يتقل، بدأ يتقل من غير ما نضيف له نشا ومن غير ما نضيف له حاجه، هي دي الفكره. يعني انت ما تضيفلوش حاجه، لان النشا اللي بتنزل من الرز هي دي اللي هتظبط معايا الدنيا. طيب بص على الكريمه، بص بقى اتعملت ازاي، تتاكدي اتعملت طبقه الطبقه منين. تعملي ايديك هنا كده اهي، بصي ما تلاقيش بتاخد كريمه، عملت الوش التمام. وكل ما تسيبيها اكتر واللي ما تاخد الوش بتاعها اكتر اهو. بصي طيب نرجع هنا بقى ايه للبطاطا، وخلينا ايه نحط عندنا البطاطا بتاعتنا بالشكل ده. شويه سكر صغيرين مش كتير، حاجه بسيطه جدا من القرفه، ونهرس البطاطا كويس جدا المشويه.
ناس بتسلق البطاطا، يعني لو انت عايزه تسلقيها اسلقيها، لكن عمرها ما تطلع عليك الطعم المسكر زي المشوي، مستحيل يعني. يلا هات يا عمرو، يلا نجيب بس بقية البطاطا المشوية. طبعا هو من أشد الحاجات الصحية اللي ممكن تاكلها في حياتك البطاطا المشوية، ولكن من غير سكر، ولكن من غير سكر ومن غير أي إضافات، بنقول كده وبنقول كده. عايزة تاكليه حاجة صحية جدا جدا بعد ما تلعب رياضة، البطاطا المشوية دوسي فيها جامد. تعالوا بقى نجيب عندنا أطباق راكت جميلة برضو، نبدأ نحط هنا البطاطا. الاطباق بتخش الفرن ما فيهاش اي مشكله، وفي الاول في الاخر ايه، حاجه تطلع شكلها حلو تتقدم على طول زي ما حضراتكم كده هتشوفوها. اجيب عندي سباتولا كده، اهي ونفرد، نفرد هنا برضو كده بقت تمام. نروح واخدين عندنا سوداني لوز بندق بقى اللي عند حضرتك، انا جايب سوداني اهوت من فوق. البطاطا وبعد كده استاذ كمل بنقوم جايبين عندنا الايه، الكيس الكريمه، عشان هنبدا ان شاء الله نحط عندنا الكريمه طاعه فوق على البطاطا ونوديها فين؟ الفرن. ادي الكريمه كده جاهز؟ جاهز. يبقى كده عندنا ايه؟ أول اتنين يتخبزوا معايا. الشواية بتبقى شغالة عندي في الفرن، نبدأ إن أنا نحط عندنا أول حاجة، تعالوا ندخل عندنا البطاطا عشان أنا تقلان على الكريمة. سيبها تاخد وش أكتر وده يكون أفضل بكتير. عيني بقى عليها عشان إيه؟ دي بتضيع في ثانية لأن أنا مشغل الشواية ومعلي على الآخر. فعيني على طول بتبقى موجودة عليها لحد ما تبدأ اللي هي تتظبط معايا. تعال ودي خلاص الكريمه، ايوه ده الكلام اهي، تقلت معايا. الفكره كمان عشان ما تفرش لما اجي ادخلها الفرن، لو انا دخلتها الفرن لمجرد ما اصبها وادخلها الفرن هتفور مني، لكن دلوقتي ان شاء الله مش هتفور ولا حاجه. ايه اللي بعده؟ ايوه بقى الرز بلبن بقى، ايوه بقى هو ده الكلام. بص تقل ازاي، تعال نجيبه هنا عشان اوريه لك يا جمل. زي ما حضراتكم كده شايفين بدأ يتقل، بديله ايه بقى، معلقه كريم شانتيه كده صغيره ونقلب بسرعه. وقوم ايه حاطين ربع كوبايه من كريمه الطهي. الله ده بتعمل شغل عالي قوي. شوية ماء صغيرين نديها التقليبة. كريمة الطهي بتعمل شغل بصراحة يعني، وتخلي الرز بلبن ده في حتة تانية خالص. لو عندك لبن جاموسي جميل كامل الدسم ما تحطش كريمة طهي. طيب حط عندي طبعا السكر ده حسب الايه
اختيارك انت وحسب حاجتك للسكر. انا بحط 5 معالق كفايه ونديها التقليبه. ونسيبها عندي على نار تكون متوسطه لحد ما كل ده يغلي مع بعض. الباشا الباشا اللي جاي القرع قولي. صراحة يعني ما شاء الله. القرع هو تجمل بقى ايه زي ما هو كده. سلام لو في شوية عين جمل تبقى حاجة لوز او سوداني يشتغل الاتنين مع بعض برضو عادي. بس العين الجمل مع القرع احلى حاجة في الدنيا. احلى مكسرات للقرع البشاميل او قرع الكريمة هو عين الجمل. ناخد عندنا القرع بعد ما استوى. شايفة بقى؟ شايفة المكعبات؟ ما بهلوش قوي، احس بالطعم بتاعه افضل. طبعا في ناس بتاخد وبتنتقم من نفسها تقوم واخده الشربات ده عامله منه بشاميل. الشربات ده جمل اللي بيطلع من القرع. لا صعب قوي يعني الشربات ده يتاخد وتعمل منه بشاميل. لا صعب قوي يا جماعه، السكر عالي جدا جدا بدرجه مش طبيعيه. لا 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 سكرها عالي جدا. لا لا والله ما بستخدموش خالص بصراحه. انا دوق القرع بيستوي جواه، ما هو اصلا كده كده القرع كده واخد السكر بتاعه تمام يعني. ايوه بص بقى عينيا على الحاجه. عينيا بقول لك على الحاجه عشان بتروح في ثانيه لان انا مشغل الشوايه. اهو شفت ثانيه هنفتح اللي يخلص يطلع. اللي يخلص يطلع اهو يعني. انا خلي بالك مش هيطلع كل مره واحده لان في حاجات لسه ما خدتش وش معايا. بسم الله نطلع يا حبيب قلبي. الله هذه اول حاجه اول انتاجنا. اول انتاجنا اهو. طيب بس الكريمه اللي انا عملت بيها البطاطا بص اللون نفسه بتاع الباستر كريم مع الكريمه الشانتيه عامله ازاي، خليها لون الحاجه مش طبيعي زي ما حضرتك كده شايف. دي الكريمه الجميله الفرن. يا سلام دي بعد ما تبرد ديت وتجمد بقى في الثلاجه اتفرج على جمالها. طيب هنا القرع بندي شويه ايه شويه مكسرات زي ما اتفقنا، عين جمل مثلا، لوز محمص. بندق. سنة قرفة بسيطة جدا. بس ما تلمغوش حاجه، تخلي كل حاجه طعمها زي ما هي. حتى القرفه بحطها بمعادله بسيطه جدا عشان تظبط معايا الطعم. ونبدا نعمل ايه؟ هجيب عندنا الكريمه الميكس بتاعتنا. ونبدا نقطع الكريمه ديت كده من فوق على القرع. طيب ننفع نعمله بالبشاميل الحلو؟ طبعا ينفع. ينفع يتعمل بشاميل الحلو خالص مفيش مشكلة. هيبقى زي الفل يعني. ده ما شاء الله ده حاجة حلوة قوي. أهو. مش تمام. حط عندنا الكريمة التانية أهي. بسم الله. الرز بلبن خلص. ليه بقى؟ هو الفكر. الرز بلبن والله ما ياخد وقت معاك. بلاش نسلق حكايه الرز ديت. ان الصح اللي احنا ما نسلقوش خالص. هو كده يتحط.
مع اللبن وتسيبيه يتنقع كمان نص ساعه، وبعد كده تدخليه على النار وتفضلي تقلبي فيه. احلى رز بلبن تاكليه. جاهزين على ايه؟ على الشوايه. الشوايه بس اللي شغاله. الساده المصورين بقى ربنا يبارك لهم، ايه وكل شويه حد بيشاور لي بيخلي باله معايا عشان احنا مشغولين بالايه؟ بالحاجات التانيه. تعال نبص على الرز بلبن، حاجه محترمه قوي قوي. انا دقته كده، شفناه في دقناه في الفاصل، حاجه من الاخر صراحه يعني. بصي ده القوام اصلا الجميل بتاعه، بص عامل ازاي اهو، شايفه؟ ولا نشا ولا حاجه. لما يبرد بيجمد، لما يبرد بيجمد، ومش بيجمد بقى بيبقى ناشف، لا بتاكلي بقى رز بلبن كريمي زي ما قال الكتاب. ناس بتحط له ماء زهر، لكن هو الاساسي بتاعه ولا ماء زهر ولا ماء ورد، هو كده زي الفل. لو هنطحنه نحط له ماء زهر، لكن طالما حب كده يبقى نعمل رز بلبن المصري الجميل بتاعنا من غير اي اضافات تانية. وكوني معلومه بس، كل الاضافات اللي انا بحطها للرز بلبن ديت عشان اقول لك ايه اللبن بس، يبقى كامل الدسم معايا. هل ينفع بقى ان انا ادخل الرز بلبن فرن؟ طبعا ينفع. يعني ينفع حضرتك تسيبيه نفس الكريمه يعمل طبقه الوش، وبعد كده تقوم تدخليه فين؟ عندي على الفرن لحد ما ياخد الوش بتاعك زي الكريمه كده بالظبط ونطلعه. عايزه تسيبيه كده برضو براحتك. نخش على التقيل بقى، اصحى بقى للكلام. ده بقى ده التقيل كله بقى يركن في جنب، وده الهيرو بتاعنا ام علي. تتعمل برقاق، تتعمل بكرواسون، تتعمل باي حاجه، هو الاساسي بتاعها، ومش هتلاقي قطع من الملفيه او الباب باستري. هو ده افضل حاجه لابو علي. يعني تتعمل الرقاق يا جماعه بلبن، يا جماعه كرواسون بلبن، لكن انا بكلمك في الملفيه، هو الملفيه هو ده اساس ابو علي، والطعم بتاعها ده مش هتلاقيه الا مع الملفيه. بنجيبه منين؟ شرايح الملفيه بتبقى جاهزه موجوده في اي سوبر ماركت، حضرتك بتجيبيها وتحطيها في الفرن، بتبداي تحطيها على درجه حراره 170، 25 دقيقه 30 دقيقه تبقى عندك بالشكل ده، ولا تخرميها بشوكه ولا باي حاجه، زي ما هي. ناخدها كده زي ما هي اهي كده، بصي اهي كده، بص بايديك كده اهوت، بص ما شاء الله عامل ازاي الملفيه اهو هنية. واحد بيتعامل بالكريمه والتاني يتعامل بايه؟ بالفاكهه. اللي بالفاكهه ده بقى حوار لوحده، اوريهولك ان شاء الله بعد ما يخلص. بس ما ينفعش بقى اكتر من كده. ليه بقى؟ لان لسه هيتسقي لبن، فبعد ما يتسقي لبن هتلاقي الكميه دي بتزيد، ولسه هيتحط كريمه وفاكهه، فكده حلو. دي بس عايزه واحده كمان. بس لسه يا سيدنا نعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عندي لبن مكثف كده، حاجات بسيطه وعليها كده من فوق، لو مفيش ما عادي مفيش مشكله، ما يهزكيش زي ما حضرتك كده شغاله، الموضوع سهل. شويه مكسرات، شوية مكسرات، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. في كان في هنا بايركس ام كيمو كان جابهولي. ثواني.
شوية سوداني، معلقة من اللبن المكثف أو الحليب المكثف المتبخر الجميل كده، تمام. نروح فين يا باشا بقى؟ عندي على النار هنا وحاطين هنا 2 لتر من اللبن، ولتر ونص آسف من اللبن، ونبدأ نحط عليهم السكر ونديله السكر المظبوط، مش يغلي، يعني احنا مش محتاجين اللبن يغلي معايا، يا دوبك بس يبدا اللي هو يسخن معايا كده، ونبدا حضراتكم اللي احنا نشيله على طول. هوبا الكريمه، اصحى للقرعه صلاه النبي. ادي القرع بتاعنا يا استاذ كمل. بص في ثانيه بقينا محل البان اهو ما شاء الله. ادي القرع، خلي ايه ده ياخد وش كمان شويه، دقيقه واحده كمان. بص طالع عامل ازاي، يبرد، ده تكليب الف هنا وشفا. بنرجع هنا بقى للبن بتاعنا زي ما حضراتكم كده شايفين مع السكر، هو كده بقى تمام. شوف كده ايه، شويه كده صغيرين، حلو قوي، مش عايزينه يسخن. معيار يا سعادة الباشا، نقوم حاطين اللبن بالسكر الجميل ده. ونسقي كده ايه ونروق نفسينا. وبعد كده نقوم حاطين شويه تانيين. الفكره خلي بالك بقى ايه، لان هو بيشرب فممكن نحط في الاخر شويه كمان صغيرين. هتخش بالكريمه، حاجه هتخش ساده، وحاجه هتخش بالفاكهه، تمام. هنا اهم حاجه يعني هو الفكره انت تسيبيها، يعني بصي لازم تبقى كده، شفت عامله ازاي، ما تبقاش ماسكه، يعني انا متزودها لبن فمش هسقيها تاني على فكره، هي كده حلوه قوي، واخده اللبن بتاعها المظبوط، اللي هي بصي تضربي كده المعلقه، بصي تبقى عامله ازاي كده حلو، لكن بلاش لبن تاني ازيب من كده. اخر طبق في القرع، تعالوا ايه نضرب على دي الكريمه. كريمه شانتيه على كريم باستري، الاتنين مع بعض. الله عليك. وندي الطاجن هنا، طاجن هدخله ساده من غير حاجه، واتنين بالكريمه. حط اخر شويه اهو، مهرجان النهارده البان، رز بلبن عاملينه ممكن تعمليه ساده، ممكن تعمليه فرن، كريمه، قرع بطاطا. وتمام يا استاذ كمال، تعال ناخد الكلام ده كله، التلاته دول ودي فين؟ عندي على الفرن ياخدوا الوش، حتى اللي ما خدتش الكريمه ديت هفرجك عليها عشان دي اللي هتاخد فاكهه، فمش هديها كريمه ولا حاجه. نودي الفرن اهوت، وبعد ما يطلع من الفرن هوريها لك ازاي ان شاء الله نقدر نحط لها الديكورات بتاعتها الجميله، سواء المكسرات او الفاكهه. بنعمل دلوقتي بقى، هنبدا نشتغل فاكهه معاده نعملها بالفاكهه، تفاح. صدقوني والله بالفاكهه بتبقى جامده قوي. نمسك التفاحه كده، دي نجيبها كده اهي، كده كده اهي، نميل كده ونميل كده، شغال لسه هنا.
ما خدش لون لسه. ايه ده؟ جميل، تمام اهو. فبيميل ايه، بنميل كده السكينه يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال لحد ما تطلع بالشكل اللي حضراتكم كده ايه شايفينه. نبدأ نجيب عندنا السكينه بقى ونقطعها شرايح. وبعد كده بنقوم عاملين ايه، ضاغطين عليها ضغطه كده، نضغط عليها كده، وبعد كده نقوم ايه عاملين دي مشايلين دي وشايلين دي ونعملها زي السلم كده. بصي اهي فبتطلع عندك بالشكل ده. حلو، نعمل واحدة تانية. نضغط نشيل ديت ونضغط كده قوي ماشي عشان نعرف نشكلها. وبعد كده نقوم ايه، بص كده وعاملين كده، شو الضغطة دي بقى بتسمغ الحاجة التفاحية، فبتعرف ان انت تشتغلي بيها. شايفة ازاي الموضوع اهو؟ تمام. طيب هنا هنعمل حاجة تانية مش هسيب التفاحية في حالها. هو الفرن ماله؟ لا حول الله يا رب. حاسس ان هو مش شغال يا شباب، ده الحاجة بقى لها 5 دقايق ومش طبيعته اللي هو ايه. طب مش شغال. لا صح، انا اول لما ايه فتحت ده لقيت فيه هب وطالع كده عليا، فعرفت ان ده مش شغال، ده شغال وده مش شغال. فهنقل بقى دي كده. نقوم حطينا هنا بس كده ايه، نجيب عندنا الفراولة كده. بصي تعمليها بالشكل ده وتخليها عندك كده ماشي اهي، تشيل على القود بتاعها ونقطع شرايح ماشي الكلام. شوية ام علي كده على كيفك النهارده ان شاء الله تعمليهم، وتقومي عامله كده وتقومي حاطه الفراوله كده. اشكال بقى والعاب تعمليها بالايه، بالفاكهه ان شاء الله تعجبك. ايه ما هي دي المشكلة بقى، يعني هي الفكرة ده لسه كمان بتحط، لو عايزة تحطي معلقة عسل أبيض كمان عليها بتبقى حاجة حلوة جدا. لا لا خلاص خلاص، معلقة كده أيوة تمام. يلا خير خلصنا. يلا استاذ اديها بقى. ده شغل عالي ده بقى. هي طبعا محتاجه تاخد وش اكتر من كده، بس هو الفرن والله بس عطلان شويه، فرحناها في الفرن التاني، فخدنا اللي هم الكريمات التانيه حطيناها في الفرن التاني. ممكن يكون حد فصله من ورا بس ما خدش باله، ما حسش يعني ما حسناش بيه، بس هو شغال مش عارف في ايه. فران الكهرباء اصل حس قوي قوي.
ماشي يا خال. كيوي اهو. يعني ما يفضلش طبعا وانت بتجيبي الكيوي يبقى ايه، يبقى طري قوي كده، حاولي تجيبي على قد ما تقدر يكون ناشف اكتر من كده. سلام. ادي عندنا الفراوله طاجن، والله العظيم دلع يا جماعه دلع. يلا عمال يتريقوا يا جماعه عليا جوه، وعمال يقولوا المحل ايه، تقولوا محل ايه، البان شربات. مش ممكن يعني، معانا كميه قليشه هنا في القناه مش طبيعيين، ما بسلمش منهم والله. هيروح من ربنا فين؟ شويه مكسرات يا باشا. اصحى بقى اصحى بقى، شوية جوز هند وشكرا خلصت. حصدنا الفرن التاني، التاني راح قايل لك طب انا، انت بتقولي لي مش شغال، طب اهو راح مديها الوش الجميل بس حلو شغال شغال برضه. لا اللي مظبوط ايه اهو، سبيشال اوردر ده خلي بالكوا بقى اهو. ممنوع الاقتراب والتصوير.